حضراتكم، أنا حلفت اليمين من 61 سنة ولا أنسى التاريخ، يوم 19 أغسطس 1959. لا أنسى هذا التاريخ لأنه أهم يوم في حياتي، ومتذكر كيف إن أنا حلفت اليمين أمام الأستاذ المستشار الكبير العظيم محمود عبد اللطيف. كان النظام هكذا آنذاك، فأرجو من هذا أن تعرفوا أن اليوم من أهم الأيام في حياتكم، وأنكم تستمدون شرعية وصفة المحاماة من اليمين الذي تقسمونه في هذه الجلسة. أنا بالأمس تحدثت إلى الزملاء عن جانب من تقاليد المحاماة، وأحب أن أحدثكم اليوم عن جانب آخر من هذه التقاليد. في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. توقير الكبير ده عنصر كبير جدا، ملمح كبير جدا من ملامح الإسلام، وهو أيضا ملمح هام جدا من تقاليد المحاماة. أنا أنفقت في المحاماة 61 سنة، تعلمت كثيرا من أبي وكان محاميا رحمه الله، وتعلمت الفكرة والأدب من عباس محمود العقاد وأترابه أمثال طه حسين وأحمد أمين وأحمد لطفي السيد وطه حسين، ولكني في المحاماة أقر وأعترف أنني صنعت إيدين الأستاذ محمد عبد الله محمد. كثيرون حتى من جيلنا والجيل التالي لنا لا يعرفون من هو محمد عبد الله، لسبب أن محمد عبد الله رحمه الله كان عزوفا عن الشهرة وعزوفا عن الاستعراض، يقدم الدرر الكبيرة في صمت وفي ترفع وفي سكون. كان المحامي الأول ولا يزال في تاريخ مصر. تعلمت من مصطفى مرعي على البعد، ثم كان من حظي أن اقتربت منه اقترابا حميما في السنوات الخمس الأخيرة من حياته، وكان يسبق محمد عبد الله في التخرج بسبع سنين. مصطفى مرعي ثالث دفعته سنة 1923، وكان فيها ومنها إبراهيم باشا عبد الهادي الوفد الكبير ثم السعدي الكبير ورئيس الوزراء، وكان منها الدكتور محمود فوزي وزير الخارجية الشهير في تاريخ مصر، وكان مصطفى مرعي من ألمعهم.
وهو بدوره صورة براقة رفيعة من صور المحاماة في مصر، هو محمد عبد الله محمد الذي تخرج في عام 1923 وكان الأول على دفعته طوال سنوات الدراسة وفي السنة النهائية. محمد عبد الله محمد عمل في مستهل حياته في النيابة العامة ووصل إلى مرتبة المحامي العام لنيابة النقد الجنائي، وكان يدرس أيضا في كلية الحقوق إبان أن كان مسماها أو مسمى الجامعة جامعة فؤاد الأول قبل أن يعدل اسمها إلى جامعة القاهرة بعد قيام الثورة عام 1952. واستمر أيضا محمد عبد الله يدرس في كلية الحقوق لأنه عبقري، عبقري زمانه حقيقة يعني بعد الثورة. من تلامذته النقيب العظيم أحمد الخواجة، الأستاذ الدكتور رفعت المحجوب الأستاذ في كلية الحقوق ثم عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ثم أبرع رئيس لمجلس الشعب المصري. عدوا بقى كتير، الدكتور محمود نجيب حسني الفقيه الأول للقانون الجنائي في الشرق كله، وعاطف صدقي رئيس الوزراء، ووجدي عبد الصمد رئيس محكمة النقد الشهير، عدد لا يحصى. كان من حظي أن اقتربت من هذه القمة، وكان اقترابي منها بالمصادفة. تحدثت عنه وعن أستاذنا أيضا الأستاذ الكبير مصطفى مرعي في رسالة المحاماة. كتبت عن ثلاثة اخترتهم: إبراهيم الهلباوي المحامي الأول في الأقدمية في مصر وأول نقيب للمحامين، وتحدثت عن مصطفى مرعي، وتحدثت عن محمد عبد الله محمد. ومع ذلك كان من وفائي لمحمد عبد الله محمد أنني ألفت عنه كتابا، ولم أكتفي بما سطرته في رسالة المحاماة عنه، وإنما كتبت هذا الكتاب بعنوان في صحبة محمد عبد الله. هذا وفاء للقيمة، هذا وفاء للقيمة والقام، وهذا وفاء للأستاذ الذي أقر وأعترف بأنني صنعت إيديه وبأنني كنت شيئا قبل محمد عبد الله وصرت شيئا آخر بعد محمد عبد الله محمد. هل كان يمكن أن يمضي في حياتي دون أن أكون وفيا أتحدث عنه حتى اليوم بالاحترام الواجب؟ هكذا تعلمنا من الإسلام، وهكذا تعلمنا من المحاماة بتقاليدها الرفيعة. خلوني أحكي لكم إيه قصة أو قصتي أنا مع محمد عبد الله محمد. محمد عبد الله محمد دفعة سنة 1930 كما ذكرت لكم، وكان أبي رحمه الله يسبقه في التخرج بخمس سنوات، كان خريج 1925، ويسبقهما مصطفى مرعي خريج 1923. سمعت كثيرا من أبي رحمه الله عن مصطفى مرعي، وسمعت كثيرا منه عن محمد عبد الله محمد. ما سمعته عن مصطفى مرعي منه كان يصادف ما ينشر عنه في الصحف، يعني لم أجد غرابة فيما تلقيت عنه من مديح وإكبار وتوقير لكفاءة
وفروسية مصطفى مرعي، فرق سنتين. إنما محمد عبد الله محمد زي ما قلت لكم ما كانش غاوي استعراض، فبقيت أنا مستغرب إيه المدائح اللي أبويا رحمه الله عمال يكل لمحمد عبد الله محمد، إلى أن قيد لي في أبريل عام 1977 أن أكون موكلا في 3 جنايات من الجنايات التي أفرزتها أحداث ما بعد النكسة، وجرى فيها محاكمة عديدين من رجال الحكم السابق والقائمين على السجن الحربي، فيها بقى صفوت وحمزة وكفافي وتمامي، لما كان فيها زميلين خدمت معهما في القضاء العسكري، المرحوم الأستاذ جلال الديب دفعة 1955، والثاني المرحوم الأستاذ محمد الجنزوري دفعة 1954. وكلت عنهما في 3 قضايا، كانت القضايا الثلاثة دي مع ضمن 11 قضية قدام المستشار صلاح عبد المجيد في محكمة جنوب القاهرة. رحت أحضر في وسط قامات كبيرة جدا، يعني أنا أصغرهم، فبقيت أنا منبهر ممن حولي. ثم تصادف قبل أن تنظر قضايانا أن نظرت قضية رشوة ترافع فيها وزير العدل الأسبق المستشار عصام الدين حسون، وكان مفوها وترافع نحو ساعة ونصف، ولاحظت أن المحكمة من طول المرافعة كان أعضاءها أو عضويها يغفلان ينعسان أحيانا. ثم بعد انتهاء المرافعة قام واحد شكله كبير في السن واصلع وربع كده ومليان شوية، فقال للمحكمة بعد المرافعة الفخيمة دي ما فيش كلام يقال، إنما أنا راجل بقى عجوز، شوفوا المدخل، لازم أقول لي كلمتين، فأنا هستأذنكم في 7 دقايق بس. أنا على فكرة بحكي لكم خبرات حياة، أنا عندي كنوز من التجارب مهم إنكم تعرفوها، مهم إنكم تعرفوها، أنتوا هتصادفوا الحياة العملية الكنوز بتاعتكم الخبرات المستمدة من الحياة العملية. شوفوا الشياكة، هسرق منكم، هاخد منكم 7 دقايق بس. لقيت الهيئة صحصحت كده، صحصحت واستقبلته بالبشر والترحاب، أنا معرفوش. فسألت من حولي ممن هم أقدم مني من هذا، قالوا لي محمد عبد الله محمد، فطابقت الصورة على ما رواه لي أبي عنه، وقد صدق. سمعت من هذا العملاق في 10 دقايق ضرب الدعوة في 3 مقاتل ما قالهاش عصام الدين حسونة في الساعة ونص، وبخفة ظل وبحركة كده، ويستطيع كيف يخاطب المحكمة. مش مهم. فأنا مندهش مفور، إيه العظمة دي؟ ثم في نهاية المرافعة بخفة ظل برضه بص في الساعة كده قال لهم معلش أنا سرقت منكم 3 دقايق زيادة. أنا دخل دماغي محمد عبد الله محمد، ولم يقيد لي في هذا اليوم أن أتحدث إليه، ونظرت الدعاوى لنا فيها بقى. ثم على شهر تقريبا يوليو بنفس العام
وكلت في قضية عن زميل محامي اتهم في أنه عرض رشوة على كاتب في محكمة عسكرية عليا ليعطيه ملف القضية. وكلت في القضية بحكم الزمالة، الزمالة له، إنما كان موكل فيها بقى رقم واحد محمد عبد الله محمد، رقم اثنين أحمد الخواجة، وأنا رقم ثلاثة. طوال الفترة التي نظرت فيها الدعوة، الدعوة دي كانت بتنظر في قاعة أصلها كنيسة أيام الجيش الإنجليزي، فاتخذت قاعة للمحكمة، المحكمة العسكرية العليا. أوضة المحامين صغيرة، فكنا نطلع نقعد قدام أوضة المحامين تحت شجر الجزورينة كده في فترة الاستراحة ونتكلم. فلاحظت إن الأستاذ محمد عبد الله محمد، طبعا انتوا عارفين مين اللي انا جنبه ده الاستاذ حسين الجمال الامين العام لنقابه المحامين، واللي جالنا دلوقتي الاستاذ محمد نجيب عضو مجلس نقابه المحامين. فبنقعد نتكلم ندردش، وطبعا بنخش الجلسه بنسال شهود وبنتكلم مرافعات جزئيه لغايه ما تاتي المرافعه النهائيه. فلفت نظري في محمد عبد الله محمد انه بيبقى مثلا بيتكلم ثم يقف توقف، فانا بتصور انه مش لاقي الكلمه اللي هيقولها، وانا معتبر نفسي بقى فلحوس وبليغ وعارف لغه، أقوم ملاحقه في كلمة يقول لي لا مش دي، تانية لا مش دي. لما تكرر هذا وبشوفه بقى اختار بعد كده ايه، عرفت ان الراجل ده بتاع أرابيسك بيختار الكلمة اللي تعشق في المعنى ولا يمكن استبدالها بكلمة أخرى. فازدادت أشواقي للتعرف على هذه القمة، وتابعته سواء في سؤال الشهود، فكان يسأل الشاهد من الشرطة العسكرية القائم بالتسجيل أسئلة أنا اعتبرتها يعني من باب التقعرات لا معنى لها، إلى أن ترافع. فلما ترافع أدركت علة هذه الأسئلة، فطرت إعجابا بمحمد عبد الله محمد، وسمعته في المرافعة كيف أن الفكر في خدمة الحجة، وكيف أن الرجل ده يختار ألفاظه بعناية، وأنه مترافع لا مثيل له في فقهه وفي أسلوبه وفي توصيله للمحكمة. لغاية هنا أنا تلميذ معجب بأستاذ كبير، بس لا ادعي ان انا قريب منه خالص، اتيح لي بس ان انا اتعامل معاه قرب فاعشقته. في اخر يوم للمرافعه رغم ان انا الاصغر هم قدموني هو احمد الخواجه، ثم ترافع من بعدي احمد الخواجه، ثم ترافع من بعدنا الكبير بتاعنا محمد عبد الله محمد. وده درس تاني، ما تزهقش انك انت تبقى المترافع الاخير. المترافع الاخير قد يكون حمله اثقل من اللي قبله، وانه يستطيع انه يلم كل اللي فات على اللي قبله. وكان هكذا محمد عبد الله محمد. في اليوم ده احنا استمرت الجلسه لما بعد الخامسه، فصرف سائقه بسيارته وقال لي يا رجائي انت بقى هتوصلني بعد الجلسه. كان عندي وقتها عربيه بيجو كده فرحان بيها، فبعد الجلسه خدته عشان اوصله بيته. شوفوا بقى كيف رعايه الكبير للصغير. انا بدات لكم بتوقير الصغير للكبير، وانا بوقر محمد عبد الله حتى اليوم
مش بس ألفت كتاب عنه، لا ده أنا لا يمضي أسبوع من غير ما أقرأ له الفاتحة أكتر من مرة. ليه بقى؟ شوفوا حضراتكم، في الطريق ما كانش عندي سواق، أنا سايق وقاعد جنبه، قال لي يا رجائي أنت محامي كبير بس هتبقى أكبر من كده، وأنا عندي اللي أديهولك. شوفوا بقى، شوفوا المدخل، أنا عندي اللي أديهولك، في أي وقت تلاقي نفسك فاضي تعالى لي. فأنا قلت له بترحيب، أجي لسيادتك فين؟ قال لي المكتب، أنت عارف شارع سليمان فوق يعقوبيان جنب سينما ميامي، والبيت أنت هتشوفه دلوقتي، تجيني في المكتب تجيني في البيت، أنت حر تأتيني وقتما تشاء في البيت أو في المكتب. فات أسبوعين يا أساتذة وأنا جالي احتباس ناجم عن عدم الثقة. ليه؟ لأن أنا شفت راجل بينقي الكلمات بدقة شديدة والفكرة تسبق عنده الحصافة والبلاغة والألفاظ الرنانة، وأنا كنت مشهور بأنني متدفق في مرافعاتي، فبدأت يعني متأثر بمحمد عبد الله، ولسه الرابطة الكاملة بين العقل واللسان ما نمتش، فعاوز أنا أبقى زي محمد عبد الله محمد، أختار الألفاظ، فبدأت أتعثر، فقدت تدفقي وفقدت ثقتي بنفسي. شوفوا بقى الدرس الثاني لمحمد عبد الله، رحت له في مكتبه بعد ما حييته وجلست على كنبة كده جنب مكتبه، هو راجل متواضع جدا ومكتبه ما فيش أي حاجة مفروشة على الأرض، وقاعد كده على مكتب ورا منه صورة طلع انها صورة حماه وخاله في نفس الوقت، ابو الدكتور محمد حامد السيد اللي كان عميد كلية الحقوق دفعة 1922. وفاء برضه، وفاء لخاله ده، ويقال انه كان خاله ده بيبديه عن ابنه اللي هو عميد كلية الحقوق. ليه؟ لانه مؤمن بعبقريته. بيسألني ازيك ومش ازيك، فقلت له يعني انا جاي لك في ازمة، انا في ازمة. قال لي خير؟ قلت له انا من ساعة ما شفت سيادتك وتابعتك وانا فقدت ثقتي بنفسي، فقدت ثقتي في نفسي ومتأثر بيك، وبحاول اربط الفكر بالكلام، فتعثرت وفقدت تدفقي، وفقدان تدفقي ده أفقدني الثقة في النفس. شوفوا بقى هذا العملاق الأب، كان أبا ثانيا لي، كان أبي قد توفي إلى رحمة الله، ترك مكانه على المكتب وجه جلس جنبي على الأريكة وحط إيده على ركبتي وقال لي يا رجائي ما تخافش، ده معنى كده ان الشجرة بتاعتك طيبة وهتورق. ايه التعبير؟ لا انسى التعبير ده، الرجائي في ناس تخش الدنيا تعيش اللي تعيشه ويخرج زي ما دخلها دون ان يضيف لنفسه شيئا. اللي بيقف وانت وقفت تراجع معناه انك انت الشجرة بتاعتك طيبة وهتورق. أنا منذ هذا اليوم لم أفارق محمد عبد الله محمد، بين مكتبه ومكتبي حوالي 150 متر، فكنت على الأقل مرتين أو ثلاثة في الأسبوع أشمع الفتلة وأروح له قبل الظهر، ألقي عليه الأسئلة وأتلقى الرطب الجنية. وفاء مني له هو الكبير، وتوقير مني له هو الكبير، ولكن عطف منه وعدم بخل بما لديه ليسلحني به.
اكتشفت بقى مع الوقت أنني لست الوحيد المتتلمذ على دين محمد عبد الله محمد. عرفت أن من تلاميذه أحمد الخواجة ورفعت المحبوب ومحمود نجيب حسني وجيل من العظماء في القانون وفي المحاماة وفي الأستاذية. شفت في مكتبه يأتيه حتى مكتبه فؤاد باشا سراج الدين دفعة 1933، الأستاذ الشهير الدكتور عز الدين عبد الله أستاذ القانون الدولي الخاص، والأخ الأكبر لإسماعيل صبري عبد الله الذي كان وزيرا للتخطيط مع عبد الناصر. شفت الدكتور علي راشد بيجيله أستاذ الجنائي الشهير في جامعة عين شمس، كبار قوي بيقولوا، إنما من عطفه عليا الوحيد اللي دخل مكتبه عدة مرات هو أنا، والوحيد اللي راح زاره في بيته أكثر من مرة هو أنا. أما جيت أجوز بنتي الصغيرة قدمته عليا احتفالية كبرى، والتقليد العريق الأب والعروسة ياخدها كده أنجاجيه لغاية ما يسلمها للعريس الله ينور عليه. فأنا تخليت عن هذا وديت الإيد بنتي الصغرى لمحمد عبد الله محمد يمشي بيها، هو مشي بيها لغاية ما سلمها لجوزها. لما جيت أحبت قران بنتي الأخرى جه شاهد على العقد ومضى العقد. في أي مناسبة لا يمكن أن تمضي في حياتي دون أن أذكر محمد عبد الله محمد. في أي أزمة تلاحقني حتى اليوم تحضر صورة محمد عبد الله محمد. في أي فرحة تأتيني أتذكر محمد عبد الله محمد. في الكتاب ده اللي أنا عملته عنه أنا برضو سجلت صور، نشرت صور في الكتاب في آخر الكتاب. أحب برضو أقول لكم بعضها لبرضو لأنها بتحمل ذات المعاني. الصور اللي في الأول دي بينه وبين مصطفى مرعي جمعت بين محمد عبد الله محمد ومصطفى مرعي. الاثنين كانا صديقين، ولكن فرقت بينهما بعض الظروف، ومع ذلك لم يفقد محمد عبد الله محمد احترامه لمصطفى مرعي، ورغم أن الفارق 7 سنوات إلا لا يقول إلا مصطفى بك، ومصطفى مرعي يقول محمد. أنا سعيت لإزالة سوء التفاهم وقد نجحت، وأمكن عقد هذا اللقاء في منزل مصطفى مرعي، وكنت أحمل الكاميرا فصورت هذا اللقاء، وكان في أبريل عام 1982. وفي اللقاء ده تأكد لي كيف إنه محمد عبد الله محمد الهرم الكبير جدا عامل قدام مصطفى مرعي ذا التلميذ ويقول له مصطفى بيه، ما يقدرش يقول له يا فلان، ما يقدرش، ولا يا أستاذ مصطفى، مصطفى بيه. وكيف إنه مصطفى مرعي بيتحدث بثقة، إنما بقى مصطفى مرعي اللي أنا شفته مرات هو متحدث متدفق، هو يقول بس يعني أنت عليك تسمع. إنما في اليوم ده لقيته قاعد على الكنبة جنب مصطفى مرعي جنب محمد عبد الله ومديله ودنه ما بيتكلمش، ومحمد عبد الله هو المتحدث الوحيد. تاني يوم الصبح اتصل بيا مصطفى مرعي في التليفون وقال لي يا رجائي انا بكلمك عشان اشكرك انك انت جمعتني مع محمد امبارح. شوفوا بقى العباره اللي قالها، لقد صار محمد عبد الله محمد فيلسوفا لا ينطق الا حكمه. لقد صار استاذ محمد كركاب عضو المجلس، لقد صار محمد عبد الله محمد
فيلسوفا لا ينطق إلا حكمة. صورة كيف يتعامل، كيف كان الكبار يتعاملون مع بعضهم، وكيف إنه الأصغر يحترم الأكبر، وكيف إنه الأكبر يحنو على الأصغر. صورت عدة صور في منزل مصطفى مرعي ونقلتها في هذا الكتاب، وهي صور أنا بعتبرها من تاريخي أنا الشخصي، لأن أنا برضو زنقت نفسي وقلت لمرات مصطفى مرعي مدام نور مرسي أخت محمود مرسي الكبيرة الممثل، وأبوها كان نقيب المحامين الشرعيين في الإسكندرية، خليتني أتصورني بين الأستاذين الكبار دول. في صورة تجمع بيني وبينه وبين الأستاذ الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب في مكتبه بمجلس الشعب، لها قصة برضو. قلت لكم أن رفعت المحجوب كان من تلاميذ محمد عبد الله محمد، وكان في قضية لمحمد عبد الله محمد كسبها ضد مجلس الشعب عن فيلا يحتلها مجلس الشعب لاتخاذها ناديا له، وبيعكسوه في التنفيذ. فقال لي وديني لرفعت، فأنا كنت على صلة قوية برفعت فكلمته فقال لي في أي وقت أنا مستنيكم. فرحت مع محمد عبد الله محمد، أهو أدي الصورة سنة 88، قاعدين مع رفعت المحجوب رغم الصيت والهيلمان والمكانة اللي هو فيها قاعد قدام محمد عبد الله محمد، والله 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 جلسة التلميذ أمام أستاذه، لدرجة أنا شفت محمد عبد الله محمد بينفعل على رفعت بخصوص أحد مستشاريه الكبار، مش عاوز أقول اسمه، وصف ثقيل بأنه لا يفهم. فرفعت لأنه صاحبه حب يدافع عنه، فرح محمد عبد الله شاخط فيه، صدع ولم يعلق. شفت منظر وأنا حاضر مع محمد عبد الله محمد أمام المستشار العظيم وجدي عبد الصمد أحد عظماء رؤساء محكمة النقد المصرية. ووجدي عبد الصمد قال عبارة ما عجبتش محمد عبد الله محمد، فقال له يا ابني، بيقول للرئيس الدائرة ورئيس محكمة النقد، قال له يا ابني وكمل، أنا ما يعني أنا مش قادر أتصور إنه في حد يبقى قدام رئيس محكمة النقد ورئيس الدائرة يقول له يا ابني، وإن الراجل يتقبلها كده بصدر رحب. هكذا كانت الدنيا، توقير الكبير. اوعوا تنسوا الكلام ده. ليه؟ لأن المحاماة نهضت على هذه التقاليد وعلى هذه المبادئ. ولو أردت أن أتحدث إليكم عن ذكرياتي مع محمد عبد الله محمد ومصطفى مرعي لأمضيت أياما، لأني أحمل في خزانتي صور رائعة لهؤلاء العظماء الذين مثلوا قيم المحاماة الرفيعة وتعلمت منهما أجيال. الدرس الذي أردت أن يصل إليكم وإلى كل من يسمعون من الزملاء المحامين أن التواصل بين الأجيال أحد أهم تقاليد المحاماة، وأن هذا التواصل يجب أن يقوم على توقير الصغير للأكبر وعلى عطاء الأكبر وحنوه وإمداده للأصغر. ربما احنا بنشوف الآن المحامين بتضن بخبراتها حتى على المتدربين في مكتبه، لم تكن المحاماة هكذا. أملي
حقيقة أن نتقدم مرة ثانية إلى المحاماة بقيمها الأصيلة وتقاليدها الرفيعة على أيديكم أنتم الأجيال الجديدة أصحاب القلوب الخضراء الذين نأمل أن يحملوا راية المحاماة إلى القمة التي كانت فيها والتي ينبغي أن تعود إليها. شكرا لكم. أستأذنكم في أن نقسم اليمين وقوفا. أنا بس عاوز إحنا نحس بالكلمات بمعنى الكلمات، ما بقاش القسم مجرد ترديد لألفاظ لا نتوقف عندها. عاوز كل كلمة هتتقال وتقولوها في القسم تستقر في وجدانكم، تستقر في عقولكم وفي قلوبكم. أقسم بالله العظيم. لا لا كده الصوت واطي خالص. لا لا هنعيد تاني، أنا عاوز القاعة ترتج. أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال، وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وعلى تقاليدها، وأن أحترم الدستور والقانون. صادق التهاني لكم الآن بقى.